السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي رياضيات للصف الأول متوسط الكورس الأول، رادة وتقدير الجذور التربيعية والتكعيبية. نقدر الجذور التربيعية والتكعيبية، فرح ناخذ أول مثال. عندي الجذر 17، الجذر 17 راح نحله. جذر 17 هاي إذا ماكو هنا تكعيب يعني هو هذا شنو؟ جذر تربيعي. الجذر التربيعي لل 17 نخلي الجذر 17 بالنص، نخلي هنا أكبر وهنا علامة الأكبر، فمن هاي الجهة نقول أصغر ومن هاي الجهة نقول أكبر، يعني هاي أكبر وهذه أصغر. شنو الأكبر من ال 17 اللي مربع كامل؟ هذا شنو؟ مربع كامل، يعني ناخذ أقرب عدد مربع كامل وأصغر عدد هم مربع كامل. زين ال 17 نشوف الأكبر من عندها 18 ما يصير، 19 ما يصير، 20 ما يصير، 21 ما يصير، 22 ما يصير، 23 ما يصير، 24 ما يصير، 25. ليش ال 25؟ خاطر أطلعها من تحت الجذر اللي هي 5. الأصغر من ال 17 شنية؟ 16. 16 جاية من 4، نقول جذر 16. إذا أقول 25 جاية من 5، أكبر 17 لأن أنزله هو وجذره لأن أريد أقدره، وال16 جاية من 4. ها عيني، خلينا نعيد هاي الخطوة. تقدير الجذور التربيعية والتكعيبية، هذا عد جذر تربيعي، نخلي جذر ال17 بالنص، أخلي منها الأكبر ومنها الأكبر، فمن هاي الجهة من جهة اليمنى الأصغر ومن جهة اليسرى الأكبر. إذا ال17 الأكبر من عنده 25 والأصغر من عنده 16، ال25 تطلع من تحت الجذر 5 وال17 أنزلها لأن أنا أريد أقدرها، وال16 جاية من جذر 4. زين هسه إيش راح أسوي؟ راح يقول قدر، راح أقدر نقول يعني مثلا تصير 5، مثلا نقول ناخذ أول 3 أرقام، ناخذ أول 3 أرقام اللي هي قايلك أصغر من 4. إذا شو أقول؟ 4 عدد صحيح، يعني 4 و1 بالعشرة، و4 ناخذ يعني أول 3 أرقام إذا كان يعني أقرب يعني الأكبر، فهسه هذه قرب لأصغر عدد، فناخذ شنية؟ ناخذ أول 3 أرقام اللي هي 4 عدد صحيح و1، 4 عدد صحيح و2، 4 عدد صحيح و3. ليش أخذت هذني؟ ليش أخذتن؟ هسه هو يعني يصير 5 حوالي بهم 9 أعشار، يعني نقربها لأنه يعني جذر، بس راح أخذ 3 أرقام. ليش أخذت 3 أرقام؟ لأن هو قايل أصغر من 4، يعني ما أخذت 9 والثمانية والسبعة، لا أخذت الواحد والاثنين والثلاثة هي الأصغر من 4. هذا المثال الأول جذر 17. خلنا نأخذ بعد خاطر تفتهمون أكثر، نأخذ الجذر 7. الجذر 7 أخليه بالنص، هنا الأكبر وهنا الأكبر. الجذر 7 الأكبر من عنده جد جذر 9 لأن تطلع من تحت الجذر 3، والأصغر من عنده جذر 4. إذا هذه 3 أكبر من جذر 7 وأكبر من 2. زين هذا ايش راح أسوي؟ هذا قايل لي أكبر من الاثنين، يعني أكبر من الاثنين، إذا راح أخذ اللي أكبر اللي هي 2 عدد صحيح و7 بالعشرة، و2 عدد صحيح و8 بالعشرة، و2 عدد صحيح و9 بالعشرة. خذت ذني 3 أرقام لأن قايل لي أكبر من الاثنين. زين إذا محصورة بين من؟ بين الاثنين وبين الثلاثة، هذا الجذر 7. زين بعد راح اخذ هسه هذا ناخذ ال 28 خاطر اخلص من الجذور التربيعيه ونروح على الجذور التكعيبيه. جذر ال 28 زين، جذر ال 28 اخليه بالنص، زين هنا الاكبر وهنا الاصغر. ال 28 الاكبر من عندها ايش قد؟ الاكبر من عندها عدي ال 28 الاكبر من عندها 36، جذر 36 لان جايه من 6، والاصغر من عندها ال 25، جذر ال 25. اذا ال 36 تطلع من تحت الجذر 6، اكبر من جذر 28 والاكبر من ال 25 من 5، يطلعن من تحت الجذر 36 6 وال 25 5. زين
هسه ايش راح اسوي؟ راح اقول اصغر من الخمسه، يعني ناخذ خلينا نشوف يعني شنو نقرب الاصغر لو الاكبر. بما ان قايل اصغر من خمسه اذا راح ناخذ ثلاث ارقام اللي هي الواحد، خمسه عدد صحيح واحد بالعشره، وخمسه عدد صحيح واثنين بالعشره، وخمسه عدد صحيح وثلاثه بالعشره. هذا من التقدير اخذتها لان قايل لي جذر اصغر من الخمسه. هذا خلصت الجذور التربيعيه، هسه راح ناخذ الجذور التكعيبيه. الجذور التكعيبية، جذر تكعيبي. راح ناخذ الثلاثين، جذر تكعيبي للثلاثين. جذر التكعيبي للثلاثين، للثلاثين الأكبر من عندها يا هو، لأن هاي تكعيبي ثلاث مرات لازم. إذا أقول جذر الثلاثين التكعيب مالتها 64، جذر 64 تكعيب، والأصغر من عندها جذر 27. الأربعة وستين جاية منين؟ من أربعة في أربعة في أربعة، ثلاث مرات أربعة، والثلاثين أنزلها هنا الأكبر، وهنا الأكبر، والسبعة وعشرين جاية من ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة. زين، إذا بما قايل لي أصغر من ثلاثة، إذا راح آخذ ثلاثة عدد صحيح واحد بالعشرة، وثلاثة عدد صحيح واثنين بالعشرة، وثلاثة عدد صحيح وثلاثة بالعشرة. هذا التكعيبي للثلاثين. هسه بعد ايش راح اخذ؟ راح ناخذ تاكد من فهمك، راح ناخذ جذر الخمسين، قدر ناتج الجذور الاتيه. الجذر الخمسين، الجذر الخمسين هذا بما ان ما عليها تكعيب اذا هذا جذر تربيعي. زين، الخمسين الاكبر من عندها ايش قد؟ 64، جذر 64، والاصغر من عندها جذر 49. ليش؟ لان 49 جايه من 7 في 7. جذر الخمسين أنزله، والأربعة وستين جاية من ثمانية في ثمانية. زين، بما إنه قايل لي أصغر من السبعة، إذا آخذ سبعة عدد صحيح وواحد بالعشرة، وسبعة عدد صحيح واثنين بالعشرة، وسبعة عدد صحيح وثلاثة بالعشرة. هذا الخمسين. راح ناخذ جذر المية والدعش. جذر المية والدعش، جذر المية والدعش، هنا الأكبر وهنا الأصغر. زين، الجذر المية والدعش الأكبر من عنده 121، والأصغر من عنده جذر المية. زين، نقول جذر المية والدعش، المية واحد وعشرين جاية من الدعش في الدعش، والمية جاية من عشرة. بما إنه قايل لي أصغر من عشرة، إذا ناخذ ثلاثة الأكبر، عشرة عدد صحيح وسبعة بالعشرة، وعشرة عدد صحيح وثمانية بالعشرة، وعشرة عدد صحيح وتسعة بالعشرة، يعني السبعة والثمانية والتسعة. زين، بعد راح ناخذ واحد بس واحد، راح ناخذ المية وخمسة وأربعين التكعيبي مال مية وخمسة وأربعين، تكعيبي المية وخمسة وأربعين. زين، المية وخمسة وأربعين ناخذ التكعيب مالتها الأكبر ايش قد؟ 216، جذر التكعيب 216، والأصغر من عندها 125. زين، الميتين وستعش لما نحللها يطلع لنا ستة، أصغر من جذر 145 وأصغر، والمية وخمسة وعشرين جاية من خمسة في خمسة في خمسة. بما إن أصغر قايل من الخمسة، إذا ناخذ خمسة عدد صحيح وواحد بالعشرة، وخمسة عدد صحيح واثنين بالعشرة، وخمسة عدد صحيح وثلاثة بالعشرة، لأنه المية وخمسة وعشرين قريبة إلها، يعني راح نقول قريبة لأصغر عدد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.